كل ما تريد معرفته عن فيروس ماربورج الجديد MVD المنتشر حاليا في غينيا وبعض الدول الإفريقية. كل ما يخص هذا الفيروس الفتاك هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، تابعوا معايا الفيديو للآخر. فيروس ماربورج تم اكتشافه سنة 1967 في ألمانيا، ومن سنة 67 لحد دلوقتي لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس ماربورج حتى الآن، ولكن بدأ ينتشر مؤخرا في غينيا والكاميرون وبعض من الدول الإفريقية، ولكن لحد دلوقتي الحمد لله لم يصل إلى مصر والدول العربية، وإن شاء الله مش هينتشر. فيروس ماربورج من عائلة فيروس إيبولا الشهير اللي هو انتشر من فترة في بعض الدول وأدى لوفيات بالألاف. وفيات المرض حسب منظمة الصحة العالمية من 80-90% من المرضى، وبالتالي فهو مرض خطير جدا، ولكن لحد دلوقتي هو الحمد لله منحصر في بعض الدول الإفريقية فقط. الناقل الرئيسي لفيروس الماربورج هو خفافيش الفاكهة. أول ما الفيروس يدخل الجسم بيستهدف الخلايا المناعية وخلايا الدم البيضاء، وبالتالي بيعمل على تثبيط جهاز المناعة، فبيدي فرصة لنفسه ان هو ينتشر بشكل اكبر. الاعراض بتاعته بتبدأ تقريبا من 2-21 يوم، ودي بنسميها فترة الحضانة. الاعراض بتبدأ باعراض شبيهة نزلة البرد والانفلونزا، صداع وحمى وقشعريرة والام في الجسم والام في البطن واسهال وقيء مستمر وظهور طفح جلدي في جميع انحاء الجسم، الوجه والذراعين والساقين والقدمين. وبعد فتره من ظهور الاعراض دي يبدا المريض في النزيف من جميع فتحات الجسم بما فيها العينين، وبعد كده يظهر تورم في الساقين وتورم في القدمين. وحتى بعض الاطباء بيسموا المرضى في هذه المرحله ان بيظهر عليهم ملامح بتشبه الاشباح. بعد كده بيكون في نزيف داخلي في بعض الاعضاء يتسبب ان المريض يتقيأ دم، وبيكون لون البراز لونه غامق او داكن، وكمان تجمع الدم في المعدة والرئتين ونزيف في اللثة. كمان ممكن يصاحب هذه الاعراض بعض الاعراض العصبية زي العصبية الشديدة والهياج والهزيان، وايضا ممكن يصاحب المرحلة دي التورم في الدماغ. عشان يتم انتقال الفيروس من انسان مصاب الى انسان سليم يتطلب الاتصال بسوائل الجسم، سواء الدم او اللعاب او السائل المنوي او العرق، وده عكس فيروس كورونا، لان فيروس كورونا فيروس تنفسي بينتقل عن طريق الرذاذ وعن طريق نفس المصاب. اما هنا الفيروس ماربورج لازم الاتصال المباشر عن طريق سوائل الجسم، فبيكون الاتصال صعب شوية، او بيكون نقل الفيروس من انسان لانسان صعب شوية بعكس فيروس كورونا. اما اذا الشخص نفسه لو جاله الفيروس ده فبتكون الاعراض شديدة جدا، وبتكون العدوى بتاعته شديدة الفتك للأسف. وللأسف فيروس ماربورج ملوش علاج او لقاح حتى الان. كل اللي بيحصل بيكون علاج لدعم الاعراض فقط، او علاج الاعراض فقط، سواء السوائل او مضادات الفيروسات لمنع انتشار الاعراض فقط. اما علاج للفيروس نفسه او لقاح للاسف ملوش حتى الان. وزي ما قلنا ان معدل الوفيات من فيروس ماربورج حسب منظمة الصحة العالمية من 80-90%، ولكن اذا بقى الشخص على قيد الحياة فبيصاب بتلف دائم في الاعضاء وفي الدماغ لا قدر الله. ده كده كان كل كلامنا عن فيروس ماربورج. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ مصرنا الحبيبة. شكرا ليكم، الى اللقاء.